طيب بعض القراءات تقول أنه هدف الشيخ أبو جرة سلطاني من منتدى الوسطية هو أن يكون مرشح الإسلاميين في الرئاسيات، هل يمكن حصول ذلك؟ سنرى. طيب موقفكم يعني مرشح الإسلام يعني مرشح الإسلامي في الرئاسيات ولما لا؟ من يرشحه؟ هناك قراءة تقول هذا. احنا الذي موقفكم من هذا؟ احنا الذي يقوم إذا دخلنا في الانتخابات الذي يقوم بالترشيح هو مجلس الشورى الوطني لا غير، لا يوجد أي مؤسسة أخرى لها صلاحية ترشيح هذا أو ذاك. طيب الدكتور مقري، هل لديك طموح شخصي في الترشح للرئاسيات صراحة اليوم؟ أنا بالنظر للوضع الذي يمر به البلد طموحي هو أن نحفظ البلد من الانزلاق، ثم طموحي هو أن نوفر الظروف المناسبة للمنافسة مستقبلا. الآن بالنظر الذي نحن فيه، بالنظر للوضع تاع البلد، وبالنظر كذلك لغلق اللعبة انتخابيا، انتخابات تزور، يعني كيف يمكن نتحدث عن الطموح؟ فإذا العاقل هو الذي يعمل بالأولويات. الأولوية الآن ليست الطموح الشخصي، الأولوية الآن هو أولا المحافظة على البلاد، ثم توفير الشروط المناسبة للتنافس النزيه. بعد ذلك هل يوجد حزب، هل يوجد حزب يؤسس وليس له طموح؟ طيب كل حزب، في آخر كل حزب، لك كل حزب في آخر خطاب لك دكتور مقري قلت لو أكون رئيسا للجزائر. نعم. في آخر خطاب لك. نعم. لو أكون رئيس للجزائر عندي كامل القدرة على تحقيق أول التوافق وعلى تحقيق التنمية ضمن الحلم الجزائري الموجود في برنامجنا اللي يسمى البرنامج البديل، ما في ذلك شك، وليس لنا أي تردد في هذا الموضوع ولا أي شك في هذا الموضوع. لو نحن نكون في السلطة سنستطيع حل المشاكل الجزائرية والوصول بالبلد إلى النماذج اللي معروفة. طيب اللي موجودة في تركيا، في ماليزيا، الموجودة في الفيتنام. أطرح عليك سؤال بصيغة أخرى.